في الوقت اللي كورونا بتسيطر فيه على عالمنا واقتصادنا وحركتنا، يبدو أن التأقلم مع هذا الواقع أصبح ضرورة في نظر بعض الدول. في المنطقة العربية تحديداً في دولة البحرين بدأت جهود التأقلم بحذر من خلال التفكير فيما أصبح يسمى جواز سفر كورونا. جواز ده هيكون اسم على مسمى، حيث أنه جواز سفر بايومتري بيسمح للمسافرين اللي بيحملوا تجربة التطبيق الجديد اللي بيساعدهم على إدارة سفرهم بسهولة وأهم شيء بأمان، بيساعدهم بكل ما يخص فحص كورونا، معلومات حول اللقاح وغيره. طبعاً الخطوة دي في إطار التعاون بين الاتحاد الدولي للنقل الجوي ياتا ومملكة البحرين. إزاي هيعمل جواز سفر كورونا؟ خلونا نتابع. بينضم إلينا من عمان الخبير السياحي أستاذ ميشيل نزال. أستاذ ميشيل، أهلا وسهلا بحضرتك معنا. خلينا نبدأ مع حضرتك أولا، قد إيه هتساهم فكرة وجود ما يسمى بجواز سفر كورونا في الحد من الآثار السلبية اللي خلفتها الجائحة على قطاع السياحة عالميا؟ مساء الخير. طبعا جواز سفر للمطعوم قد يساعد في المرحلة الحالية، ولكنه لن يكون شيء دائم. عدة دول بالعالم وبعض الولايات في الولايات المتحدة ترفض رفضا قاطعا أن يكون شيء من هذا القبيل وأن يستعمل، حيث أنه يحد من حرية الفرد في القرار في اتخاذ مطعوم أم لا. ويجب أن لا ننسى أيضا أن المطعوم مفعوله له مدة قد غير معروفة لحد الآن، قد تكون 6 أشهر، قد تكون 8 أشهر، قد تكون سنة، قد تكون أطول. فمتى سنأخذ مطعوم آخر، بوستر شوت، متى ينتهي مفعول وصلاحية المطعوم؟ عملية التطعيم وعملية الخروج من الجائحة وهذا الوباء لن تطول، يعني خلال سنة أو سنتين سيحاول العالم وتحاول الدول أن تقوم بكل الأساليب لتخفيض إمكانية الإصابة، ولكن عندما تنخفض عالميا بعد سنة أو سنتين لن يكون هناك سبب لوجود مثل هذا الجواز. طيب، بينما بيتم الحديث عن هذا المقترح الآن، وعلى ما يبدو أن في بعض الدول بدأت بالفعل الخطوات الأولى لتطبيقه، باسبور كورونا زي ما بيقال بيعتمد وجوده أو نجاحه على فكرة تجاوب الأشخاص. الأصداء الخاصة به حتى الآن منقسمة، ما مصدر تخوف الناس من الفكرة؟ كما ذكرت، يعني بعض الناس أو العديد من الناس لا يرغبون بأخذ المطعوم، وهناك أيضا مطاعيم لم يوافق عليها. مثلا في الاتحاد الأوروبي لم يوافقوا على سوى على 5 أنواع من المطاعيم. ماذا عن الناس الذين أخذوا مطعوم آخر؟ هل سيسمح لهم بالدخول إلى أوروبا؟ هل سيحصلوا على جواز سفر مطعوم؟ إذا حصلوا من دولهم، على سبيل المثال الهند لديها مطعوم جديد، ولنقول أنها أعطت هذا المطعوم وأعطت جواز سفر كورونا للشعب تبعها، هل سيسمح لهم بالدخول إلى دول أخرى؟ فهناك العديد من الإشكاليات حتى الآن لتطبيق مثل هذا القرار. شركات الطيران قد تكون هي التي ومن خلال أياتا قد تكون هي التي ستطلب شهادة تطعيم قبل أن يسافر الراكب أو يصعد الراكب إلى طائرة. هذا أسهل من أن تكون الدول تطلب مثل هذا تتبنى الجواز. الفكرة. طيب، في الولايات المتحدة الأمريكية طرحت هذه الفكرة ولكنها رفضت لتناقضها مع مبدأ احترام الخصوصية، خصوصية بيانات الأفراد ومشاركتها مع الآخرين. هل السبب ده برأي حضرتك ممكن يمنع توسع الفكرة في كثير من الدول؟ بالتأكيد الولايات المتحدة هي سباقة دائما، وما تحاول أن تطبقه على العالم أجمع. وبنفس الوقت إذا كان هناك شخص أمريكي
لا يرغب بأخذ المطعوم أو أخذ مطعوم ولا يرغب بالإعلان والإفصاح عن ذلك؟ وهل تستطيع دول العالم منعه من دخولها؟ ستسبب مشاكل كثيرة. لا أرى أن هذا الإجراء سيدوم طويلا. نحن بحاجة لمثل هذا الإجراء مؤقتا لحث الناس على أخذ المطعوم، لزيادة عدد الناس الذين يأخذون المطعوم، لغايات خفض الحالات التي تقوم بها التي تنتشر في العالم. ولكن نجد اليوم أن مثلا في الولايات المتحدة بدأ الانخفاض بشكل كبير، حيث أن 60% من أو 70% من الشعب الأمريكي قد أخذ مطعوم، ولكن 30% لا يرغبون بأخذ المطعوم. فهناك تفاوت. ومن ناحية أخرى أستاذ ميشيل، التطعيمات أيضا، بعتذر، ولكن التطعيمات أيضا ما زالت غير متوفرة بالشكل الكافي في كثير من الدول، وده من الممكن أن يسبب عائق أمام تفعيل المشروع. هل دي أيضا نقطة تؤخذ في الحسبان؟ بالتأكيد. بعدين أي مطعوم مقبول؟ الدول الأوروبية تقول أنها لن تسمح بمجيء أي شخص من أي دولة بالعالم إلى أوروبا ما لم يكن حاصلا على مطعوم موافق عليه من وكالة الوكالة الأوروبية للصحة. فهل كل من حصل على مطعوم على سبيل المثال صيني وكل أهل الصين ممنوع أن يدخلوا إلى أوروبا؟ والصين بنفس الوقت تقول أنها لن تقبل أي شخص لم يحصل على مطعوم صيني أن يدخل إلى الصين. فهناك إشكاليات، ولا أعتقد أن الجواز أو الباسبور التطعيم سيكون فاعلا بالشكل المطلوب أو يكون مطبق في كافة دول العالم. ومع كل التغييرات اللي فرضها كورونا والتقييد اللي عشناه، كل شيء تغير حوالينا، وخطوة جواز سفر كورونا مش مفاجأة بل كانت متوقعة نظرا للظروف اللي بنعيشها. يا ترى إيه اللي هيغيره الباسبور؟ خلونا نتابع. يبدو أن شكل السفر سيتغير في المستقبل القريب. لا، بل لقد تغير بالفعل إن صح التعبير. قد تسميه جوازا صحيا أو رقميا أو جواز سفر كورونا أو جواز سفر كوفيد-19 أو تسميات كثيرة، والهدف واحد، أن نستعيد الأمان. باسبور كورونا. صحيح أن العالم كله تضرر من الفيروس، لكن حكومات ومنظمات كثيرة تتسابق مع الوباء لتكسر من سرعته وتضع له حدا. يأتيك البعض متململا من كثرة الإجراءات، لكن ما العمل من دونها؟ وكيف نحمي مجتمعات من مصير الهند والبرازيل وغيرها من دون هذه التدابير؟ أحدثها بدأت بعض الدول بالفعل تطبيقها، وهي جواز السفر الصحي. ضوء الأمل ظهر عندما انطلقت حملات التطعيم ولتفعيل الحد من الجائحة. هو تطبيق يوفر حلاً موحداً للتحقق من صحة كل لوائح آيات ترافل باس. الدول المتعلقة بمتطلبات سفر الركاب، سجلات المسافرين بما فيها نتائج اختبارات المسافر وإثبات التطعيم، بالإضافة إلى جواز السفر الرقمي، متوفرة على هذا التطبيق، ويتم التحقق منها من قبل الحكومات وشركات الطيران. بالعودة إليك مرة أخرى أستاذ ميشيل، يعني في حالة الدول الموبوءة أو اللي انتشر فيها فيروس كورونا أو خرج عن السيطرة فيها بشكل كبير، ألن يكون جواز سفر كورونا حل لإتاحة السفر والتنقل للمواطنين في هذه الدول بدون التخوف من أنهم قد يكونوا مصدر لنقل العدوى، وفي نفس الوقت دون الإغلاق أو محاصرة هذه الدول وحرمانهم من حرية السياحة والتنقل؟ بالتأكيد المواطنين من الدول الموبوءة والتي تصنف حمراء يرغبون أو سيكون لهم تسهيل السفر في حال حصلوا على باسبور الكورونا أو جواز سفر للسفر، جواز سفر كورونا، فهذا يساعد على حل مشاكل الدول الموبوءة. أما الدول الخضراء، لا أعتقد أن يكون هناك بين دول خضراء
وشخص يسافر بين دولتين خضراء أن يكون هناك متطلبات زيادة عن ذلك، ولكن كل أساليب السفر خلال الأعوام القادمة سنتين ثلاث القادمتين ستشهد تغيير بشكل كلي. جوازات السفر الأصلية ستستبدل بأشياء إلكترونية، بوسائل إلكترونية وتطبيقات، وسيكون داخل هذا التطبيق كل معلومات الشخص. لن يكون هناك جواز سفر كورونا أو جواز سفر للسفر من الدول، سيكون هناك تطبيقات وهويات إلكترونية تسمح للشخص المسافر، وكل المعلومات عنه موجودة في هذه البطاقة. من المستفيد أكثر؟ سنشهد تغيير كامل. نعم، من هذا النظام، من تفعيل هذا النظام أستاذ ميشيل. تغيير كامل. كنت بسألك عن من المستفيد أكثر من تفعيل هذا النظام، هل شركات الطيران، هل شركات السياحة، قطاع السياحة نفسه، هل هيستفيد، هينتعش لأنه أصبح في أمان في استقبال أو فتح بعض الوجهات السياحية اللي كان ممكن تكون مغلقة خوفا من تفشي الوباء فيها، هل الحكومات هتستفيد أكثر؟ يعني من المستفيد من تطبيق هذا النظام والتوسع فيه عالميا؟ 80% كان انخفاض السياحة خلال العام أو خلال 12 شهر الماضية. 80% هي نسبة كبيرة جدا. عدد اللي سافروا كان 20% فقط. 80% هم غالبيتهم سياح، 20% كانوا مضطرين للسفر. عندما كل الدول اليوم تبحث عن إعادة السياحة إليها، العديد من الدول تعتمد اقتصاديا على السياحة، فعودة السياحة وضرورة عودة السياحة ستكون بمنافسة شرسة. الدول ستضع قيود وتحاول التسهيل لإحضار السائح. بعض الدول ستلغي القيود كلها ولن تطلب جواز سفر لا كورونا ولا شروط تعجيزية ولا فحوصات PCR. فالمنافسة ستحدد كيفية السفر وما هي الشروط، ولكن مبدئيا اليوم هي عملية حث لكافة مواطنين العالم للخلاص من هذه الجائحة، بحثهم على أخذ المطعوم لتخفيف حدة الوباء عالميا. ولكن لا أعتقد أن هذا سيطول كثيرا، مجرد ما انخفضت نسبة الإصابات بالعالم من الكورونا، وسيصبح الكورونا جزء من أي عملية إنفلونزا موسمية وسنوية. طيب. ولكن أستاذ ميشيل، يعني لو افترضنا أنه هذه الفكرة لم تلقى رواجا ولم تتبناها كثير من الدول، ما البدائل أمام قطاع السياحة ليتعافى، ليعود أو يتأقلم مع وجود الجائحة اللي توقع كثير من العلماء بالمناسبة أن هي ممكن تكمل معنا لسنوات وسنوات ولن تنتهي كورونا تماما، بل ستكون ربما تكون موسمية؟ العديد من الدول ستلجأ لشيء آخر، تطلب من السائح القادم أو الزائر القادم أن يكون لديه تأمين صحي ليغطي في حال ظهور أعراض كورونا عليه، أن تتم معالجته على حسابه أو على حساب شركة التأمين، فيكون ذلك هو البديل عن حصول جواز سفر، وستفتح أبوابها. ولكن دول أخرى ستكون محافظة وتطلب جواز سفر أو تطلب إثبات تطعيم أو تطلب فحص PCR وتستمر بالحصول على الفحص. فهدول ثلاث بدائل، بديل الفحوصات، بديل الجواز سفر، وبديل التأمين الصحي. شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا من عمان، الخبير السياحي ميشيل نزال، أشكرك جزيلا.